حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في باقي المجالات، هذا ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويضيف الرئيس التركي بأنهم لن يسمحوا للانتهازيين الذين يرفعون أسعار السلع بشكل مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وأنهم سيواصلون الكفاحة ضد هؤلاء. يأتي هذا في وقت تشهد فيه العملة التركية تراجعا، حيث وصلت قيمتها أو قيمة خسائرها منذ بداية العام إلى 43%. حول حقيقة هذه الحرب الاستقلال الاقتصادي الذي تخوضها تركيا، يسعدني أن أرحب بالمستشار الاقتصادي التركي جلال بكار. أهلا بك أستاذ جلال. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ جلال. عندما أردوغان يتحدث عن حرب استقلال اقتصادي، ما حقيقة هذه الحرب؟ تركيا بشكلها العام اليوم تعتمد على مدخراتها الداخلية وعلى استراتيجية تتخلص منها من التبعيات الاقتصادية الخارجية. نعم. هناك عوامل عدة اليوم تضرب البلدان الناشئة اقتصاديا لكي تضعها تحت تبعية اقتصاد ما. نعم. الاقتصاد اليوم يتوجه من خلال النمو بشكل جيد جدا، لكن من الطرف الآخر لديه هبوط في قيمة عملته. اليوم قيمة العملات الناشئة بالشكل العام هي تتعرض لأزمات من مستويات التضخم وتباطؤ في النمو، أي أن تباطؤ في نمو الاقتصادات الكبرى سوف يؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصادات الناشئة اقتصاديا لأنها هي ذات النمو الأعلى. نعم. ولوقف أو كبح جماح هذا النمو يجب أن تتشكل هناك بعض الأزمات الاقتصادية، واليوم من أفضل الأزمات الاقتصادية أن تضع في هذه البلدان الناشئة اقتصاديا هي تخفيض قيمة عملة البلدان الناشئة اقتصاديا فيما يخص القيمة الشرائية، ومن أجل هذا يجب أن يكون هناك أسباب. نعم. واليوم لإيضاع الأسباب هو رفع الدولار، يعني رفع قيمة الدولار أمام هذه العملات أساسا هو شيء غير منطقي. يعني اليوم الدولار يرتفع على العملات بشكلها العام، ليس فقط على الليرة التركية، لكن المشكلة الأعلى أن هناك مستويات تضخم عالية جدا أصبحت في البلدان عامة. هذا يدل على أن الاقتصادات بشكلها العام تتعرض لضغوطات وأزمات. كيف هذه الأزمات؟ على صعيد الشعوب، يعني الشعوب اليوم لديها مشكلة في أن السلع أصبحت أسعارها غير منطقية فيما يتناسب مع المردود لهذه البلدان. اليوم الاقتصاد التركي بشكل العام هو يعيش في مكان آمن نسبيا فيما يخص النمو وفيما يخص الإنتاجية والحركة الاقتصادية في البلاد في الداخل، وهذا ما ذكره الرئيس أنه سوف يركز على الإنتاج وتشغيل الشعب وإيجاد حركة اقتصادية حقيقية داخل الاقتصاد التركي. سوف نتحدث عن التفاصيل الاقتصادية هذه التي تتعلق بالشأن الداخلي، الإنتاج والسوق والصادرات والواردات، ولكن الأمر لا ينفصل كثيرا عن السياسة. أردوغان أكثر من مرة تحدث عن أن هناك دولا تستهدف الاقتصاد التركي. اليوم عندما يتحدث عن حرب استقلال اقتصادي، من يقصد هنا؟ الحرب الاقتصادية على تركيا بدأت منذ عام 2016 عندما انتهت تركيا من محاولة الانقلاب السياسي الداخلي. نعم. بدأت هنا لدينا المعركة الاقتصادية. كيف؟ عند نهاية 2016 كانت معدلات الفائدة لتركيا أقل من 8%، كانت بحوالي 7%. هذا كان رقم منطقي جدا فيما يخص الفائدة نسبة لحجم الاقتصاد التركي. اليوم وصلنا إلى معدلات فائدة قبل شهر وصلنا إلى 19%. هذا ماذا يعني؟
يعني أن هناك أموال سوف تضع في البنوك وتتجمد في البنوك وسوف تشكل ثقل على خزينة الدولة، لأن إعادة هذه الأموال مع الأرباح سوف تتكفل بها الدولة فيما يخص سياسة البنك المركزي التركي، لأن اليوم معدلات الفائدة عندما نصل إلى 19%، يعني هذا يدل على أن فئة الرأسماليين وأصحابين النفوذ والأموال لم يعد هناك داعي لهذه الأموال أن تذهب إلى السوق الحقيقي، ويتم إيداعها فقط في سوق البنوك، وسوق البنوك هذا لا يعطي الاقتصاد قيمة مضافة على صعيد الإنتاجية وعلى صعيد الحركة الاقتصادية والنمو والتنمية. يعني عندما يقول الرئيس أنني أنا لن أدع معدلات الفائدة تسرق الشعب، هذا يدل على أن الأموال يجب أن تخرج من البنوك من معدلات الفائدة لكي تذهب إلى الاقتصاد الحقيقي ليستفيد منها الشعب، إلى السوق. إلى السوق، نعم. يعني اليوم سوق بدون أموال هو سوق خاسر. نعم. اليوم نموذج الاقتصاد التركي لا يمكن أن يكون اقتصاد ريعي. بمعنى؟ الاقتصاد الريعي هو شيء لديه منتج، مثل اقتصادات بعض الدول، مثل دول الخليج بشكل العام. لديها اقتصاد ريعي. هذا الاقتصاد الريعي ماذا يدل؟ هناك نفط، وحركة النفط هي من تشكل حركة الاقتصاد، ويتم البيع والاستثمار وإلى آخره. تركيا اليوم لا يمكن أن تكون اقتصاد ريعي، لأن ليس هناك إنتاج، ليس هناك شيء يحدد اقتصاده غير إنتاجيته ونوعية الإنتاج والتصدير وإلى آخره. اليوم معدلات الفائدة عندما تتجاوز 9% في تركيا يصبح لدينا الاقتصاد ريعي بشكل أو بآخر إلى البنوك، يعني البنوك التركية هي من سوف تتحكم في حركة الاقتصاد وآلية الاقتصاد التركي، وهذا ما لا يناسب الاقتصاد التركي كنموذج. أنت تصر على سحبي إلى مسألة الفائدة، سوف نأتي إليها بالطبع، ولكن اليوم توترات عديدة شهدتها العلاقة، علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع حلف الناتو التي تنتمي لعضويته. هل أثرت هذه التوترات التي شهدتها تركيا بعلاقتها مع هذه المؤسسات وهذه الدول، هل أثرت على الاقتصاد التركي وعلى العملة التركية بالتحديد؟ على الاقتصاد التركي لم تؤثر، ولكن ممكن أن تؤثر على العملة التركية التي بدورها تؤثر على العلاقة ما بين الشعب والحكومة، لأن هذا يلامس الشعب بشكل المباشر. اليوم الاتحاد الأوروبي بشكل العام، حتى أمريكا، حتى غيرها، هي تهدد دائما تركيا من خلال قيمة العملة مقابل العملات الأجنبية. هذا الشيء ورد من بعد حدوث النهضة الاقتصادية التركية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. لكن هذا اليوم عندما يظهر الرئيس ويقول أن نحن لن نهدد بقيمة ليرتنا، لأن الليرة يجب أن تبقى في الاقتصاد التركي ويتم تداولها وليس وضعها في البنوك، ولكن هناك هجمات، هناك هجمات موجودة، وهناك هجمات للبنوك الأوروبية، كان على البنوك التركية بسحب بعض الأموال بشكل المباشر وتهديد بسحب الاستثمارات بشكل المباشر، لكن هذا لا ينجح. لماذا؟ لأن أكثر من 64% من الاستثمارات الأجنبية في تركيا تحتلها الاتحاد الأوروبي. نعم. اليوم لدينا مثلا الاستثمار الهولندي في تركيا يتجاوز 25 مليار يورو. لدينا الاستثمارات البريطانية تتجاوز 18 مليار يورو. اليوم نتحدث عن الليرة التركية. لا، لكن أنا أقول لك لماذا لا يمكن الضرر بالليرة التركية من دون حساب ماذا سوف يضر به الاقتصادات أو الاستثمارات الأجنبية، لأن الاستثمارات الأجنبية في تركيا القسم الأعلى منها هي أوروبية، والاستثمارات الأوروبية في حال أصبح هناك ضرر على الاقتصاد التركي سوف تتأثر بشكل أو بآخر. وهذا يعني بأن عندما يرتبط الأمر بالسياسة، العقوبات الأوروبية على تركيا، لأن العقوبات سوف تعود إليهم. يعني هي لن تعود أيضا فقط إلى الاقتصاد التركي، سوف يتأثر الاقتصاد التركي. نعم.
لكن الناحية الإنتاجية وناحية التصدير وأرقام الصادرات التركية، لا يعني الاقتصاد التركي ليس هناك داعي لكي نتكلم عنه بالعاطفة، لأن أرقامه تمثل الاقتصاد نعم بشكل عام. يعني نعلم يعني أن أرقام الاقتصاد التركي يعني بالنسبة للاقتصاديين أمر رائع اليوم لدينا، ولكن المواطن اليوم نتحدث عن الليرة، اليوم موضوعنا عن الليرة، هناك هجمات على الليرة التركية والليرة تأثرت بلا شك، كيف تقوم هذه الدول بشن هجمات على الليرة؟ كيف تؤثر على قيمة العملة التركية؟ سوف نتحدث بلغة أبسط. هذا ما نريده. أنا اليوم ممكن أن أقول لك أنت كمستفيد من أي اقتصاد تكون به متواجد، أنا أدعمك، لكن أنت سوف تشكل عبء وضغط على الحكومة، بالمقابل هذا الضغط سوف تأخذ أنت أرباح أعلى، ولكن أنا أؤمن لك الدعم، وهذا ما فعلت به بعض الحكومات والدول لدعم بعض المؤسسات البيروقراطية أو حتى الرأسمالية في الداخل التركي من خلال آليات دعم نقدية تؤمن الكاش والنقد وجلب يعني الكريدي أو هو يعني كما يسمى القروض من البنوك الأوروبية ذات معدلات الفائدة الشبه صفرية. تمام، وجلب الأموال إلى تركيا وتصريفها إلى الليرة التركية ووضعها على فائدة 19%. يعني اليوم أنا أعطيك قرض ب 0.1% فائدة، وأنت تحول هذا القرض في مكان آخر إلى 19%، يعني أنت تكسب حوالي 18% بشكل مباشر. نعم. أرباح على هذه الأموال بدون تشغيلها في بدون السوق. تشغيلها في السوق. نعم. حتى أنت تدخل في الضرر، لأنك أنت تشكل عبء كبير على الاقتصاد ذاته أو حتى على البنك المركزي ذاته. لماذا اليوم تنخفض قيمة العملة؟ عندما أقول لك أن 18% سوف تهددك وسوف تنقص من أرباحك إلى 4 أو 7 أو 6%، هذا لن يعجب رؤوس الأموال أو المستفيدين من هذه الفائدة العالية، وبهذا سوف يصبح هناك مضاربة على الليرة التركية. الليرة التركية أو أي عملة في العالم يجب أن نأخذها هي كسلعة. السلعة بأي منطلق، عندما يصبح هناك عرض أكثر من الطلب تنخفض قيمتها. أي سلعة. طيب. وعندما يكون هناك طلب أكثر من العرض ترتفع قيمتها. صحيح؟ نعم. أي سلعة. نعم. ونحن اليوم سوف نعتبر الليرة التركية هي سلعة. لكن عندما يتم إغراق السوق التركي فقط بالليرة التركية، يعني بيع الليرة وشراء فقط الدولار أو اليورو أو الذهب، هو ما شكل العبء على الليرة التركية أكثر من أي أحد آخر. لكن هذا تم بدعم خارجي وبآليات داخلية منظمة اقتصاديا لضرب الاقتصاد التركي، يعني هذا ما أقوله. لكن كحجم الاقتصاد وقوة الاقتصاد، الاقتصاد التركي لحوالي أسبوع بقي يصدر أكثر من مليار دولار. نعم. يوميا. نعم. يعني هذا تقريبا 1% من حجم الصادرات على مستوى العالم. تركيا سابع أكبر مصدر للغذائيات على مستوى العالم، يعني الأمن الغذائي. تركيا لدينا تضاعف رأس المال، حجم رأس المال التركي من 217 مليار دولار إلى تقريبا 800 مليار دولار بخلال تقريبا 16 عام، يعني هذا إنجاز كبير جدا للحكومة التركية. أعلن الرئيس يوم أمس أن تركيا كان احتياطها 27 مليار دولار من النقد الأجنبي، اليوم وصلنا إلى حوالي 127 مليار دولار. هذه أرقام سوف نتطرق إليها بالتفصيل، ولكن بعض التقارير الاقتصادية قالت أن هناك دور لوكالات التصنيف الانتمائي لتخفيض مستوى التصنيف الانتمائي لتركيا والضغط على الليرة. ما هذه الوكالات؟ يعني اللعب على مستوى السمعة الاستراتيجية للاقتصاد التركي هو هذا يدل على أن اليوم عندما أقول لك أنني أنا أتوقع أنت سوف تنمو اقتصاديا 10%. نعم. وأخرج من طرف آخر وأقول لك أن عندك أزمة في الليرة التركية، وأخرج من طرف آخر أقول لك أنت جيد في موضوع التصدير لكن عندك مشكلة في موضوع الإنتاج، سوف أخلط الأوراق
وأقول لك أنت اقتصاديا غير آمن. هذا يدل على أن هناك هجمات على الاقتصاد التركي للعبث بسمعته الاستراتيجية التي هي تشكل 20% من ثقة المستثمر في أي سوق في العالم. اليوم ثقة المستثمر تأتي من خلال دعم الثقة ودعم السمعة الاستراتيجية من خلال تصنيف هذه المنظمات أو هذه الكيانات الاقتصادية الخارجية. يعني هناك جهات ترى بأن الاقتصاد التركي آخذ بالتحسن وبالتالي تريد طبعا مستقبل. هي نفس الجهات تخرج لنا تقرير إيجابي عن الاقتصاد التركي وبالطرف من الآخر هي هذه الجهات؟ هي الجي بي مورغان، لدينا الجارديان، لدينا المختصين الاقتصاديين. هذول هم بشكل أو بآخر هم يتبعون للاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد الأوروبي. الاقتصاد الأمريكي أو الأوروبي طبعا، لأن اليوم الاقتصاد الأمريكي اليوم ليس هناك أسوأ من أزمة الاقتصاد الأمريكي في العالم. يعني اليوم نحن اقتصاديا نتعجب أن الاقتصاد الأمريكي يرتفع الدولار فيه، علما أن لديه نسبة الديون أكثر من 27 تريليون دولار، يعني أعلى من حجم الاقتصاد الأمريكي حتى. لديه التضخم وصل إلى 6.2%، هذا يعتبر رقم كبير جدا على الاقتصاد الأمريكي. لدينا بعض المنتجات السلع الغذائية الاستراتيجية فقدت من الأسواق، وغيرها أصبح نادر الوجود، وغيرها أصبح صعب الحصول عليه. يعني هذا يدل على أن هناك أرقام أعلى. العملة الصعبة، لا هي العملة الصعبة، لأنهم هم متحكمين في البنوك المركزية العالمية. اليوم عندما نقول أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي لا تتماشى مع سياسة البنك المركزي التركي، ممكن أن نفهم شيء، أن هناك شيء منفصل عن شيء آخر. يعني البنك، هناك تبعية للبنك المركزي. البنوك المركزية بشكلها العام في البلدان هي تتبع للبنك المركزي الأمريكي، الذي بدوره يعطي التفاصيل ويعطي حجم قيمة العملات أو يعطي حجم قيمة التداولات أو الدعم أو تخفيض أو سلبيات أو إيجابيات أي اقتصاد في العالم. يعني يتم التحكم بمراكز الاقتصادات من خلال البنوك المركزية. اليوم بشكلها العام العملات أو الدول بشكل عام هي لا تملك عملتها من الورق، هي تملك فقط عملتها من المعدن. اليوم امتلاك العملات من الورق هو يأتي بقرار البنك المركزي الأمريكي. اليوم التبعيات الاقتصادية للبنك المركزي الأمريكي تبقيك أنت لا ممكن أن تصبح جيد اقتصاديا، لكن لا يمكن أن تشعر في النمو والتنمية. يعني اليوم الصين كيف تخلصت من التبعيات الاقتصادية؟ عندما حررت التجارة، عندما ألغت شيء اسمه البنك المركزي الصيني، عندما استقلت في اتخاذ القرار الاقتصادي، خرجت من الدائرة الاقتصادية الدولية وأصبحت لديها الاتفاقيات التجارة الحرة وغيرها. لدينا اليابان، يعني اليابان اليوم تعمدت اليابان من عام 1991 عندما قررت في النهوض الاقتصادي، تعمدت تخفيض عملتها وعدم ربطها بالعملات الأجنبية. اليوم وصل الين الياباني إلى 114 تقريبا الين مقابل الدولار الواحد. يعني ليس لا نتكلم عن 12 أو 13 أو، ولكن حجم الاقتصاد الياباني اليوم كيف تطور؟ وكان في مراحل صعبة جدا، وبدأ في مرحلة الولادة الاقتصادية، وفي نهاية هذه المرحلة تطور الاقتصاد الياباني وأصبح اقتصاد تكنولوجيا، ريع للتكنولوجيا، وأيضا اقتصاد استراتيجي، يعني منتجاته استراتيجية، وهذا ما يدعمه الرئيس. يعني دائما يقول أن نحن لدينا دعم في قطاع التكنولوجيا، لدينا دعم في قطاع الزراعة والبرمجيات، ولدينا أيضا دعم في القطاع الأسلحة، صناعة الأسلحة. يعني هذه صناعات نوعية تكلم بها الرئيس بلغة يعلمها العالم وأصحابين القرار بشكل جيد ما هو اللغة. ولا يريدون لتركيا النجاح في هذه طبعا الصناعات. هذا تركيا لها عدة أسباب لا يريدون، يعني لا يريدون النجاح لها عدة أسباب. السبب الأول، هنا تتحدث عن أطراف خارجية. طبعا هنا أطراف خارجية موجودة. أطراف يعني خارجية. هناك عدوين للاقتصاد التركي، أطراف داخلية وهو اللوب الفائدة، الفائدة وأسعار التضخم وغيرها، وأطراف خارجية لا تريد لتركيا النجاح في هي صناعات التي تدعم هذا اللوبي. يعني هي الزراع الأعلى من الخارج. الأمر مرتبط. يعني. المرتبط. ليس هناك كما قلت أنه ليس هناك، يعني ما يحدث هنا أثره هناك، وما يحدث هناك أثره هنا. يعني في النهاية هذه كلها توابع أمور مترابطة ما بينها،
وما بين بعضها البعض. يعني إذا أعدنا النظر بشكل وبمنظور أعلى سوف نجد أنهم الجميع عنوان واحد. يعني لدينا هناك سيطرة على الاقتصاد لا يمكن أن يصبح إلا بقوة متوازنة ما بين الخارج والداخل. يعني اليوم عندما عبر الرئيس على أنها هي معركة استقلال اقتصادي، فعليا هذا تعبير جميل جدا لأن هذا الواقع الحقيقي. ولكن ما الأسلحة الدفاعية التي تملكها تركيا؟ الأسلحة الدفاعية اليوم الاقتصاد التركي سوف يتعرض لضغوط على مستوى السمعة الاستراتيجية، لأن حتى الضخ الإعلام للليرة التركية للأسف هو ضخ إعلامي غير عادل، لأن الاقتصاد التركي لا يتمثل فقط بقيمة الليرة التركية، وإنما يجب علينا أن نعطي ما هي ميزات وما هي سيئات الاقتصاد التركي. ليس هناك اقتصاد إيجابي في الكامل، نعم، وليس هناك اقتصاد سلبي في الكامل، هنا نتحدث ولكن عن هناك اقتصاد يعلم ما هي مواطن قوته، وهناك اقتصاد لم يعلم ما هو مواطن قوته، أو اللوبي الداخلي الخارجي لم يسمح لأصحابين القرار في المنطقة للخروج وإيجاد مواطن القوة. ولكن لم تحدثني عن الأسلحة إلى حد الآن. أنا أقول لك أن هناك للحكومة التركية كانت تطورت في مجال التكنولوجيا ومجال صناعة السلاح ومجال الصناعات الاستراتيجية والكيماويات. يعني هذه صناعات استراتيجية يتكلم بها أصحابين القرار والقوة الخارجية، وهذه اللغة التي يفهمها هذه الدول، ومن خلال هذه النقاط استطاعت تركيا اليوم أن تتحدث بصوت عالي وتفكر بصوت عالي. يعني اليوم تركيا عندما أمريكا امتنعت عن بيعها منظومة الباتريوت وجدت الحل البديل في روسيا من خلال منظومة S-400، وبعدها تخرج الحكومة الأمريكية وتقول لنا والله أن تركيا عملت مع روسيا وهي حليف استراتيجي لنا في الناتو. لكن إذا لم تبيع أمريكا الباتريوت إلى تركيا، يعني ماذا سوف تفعل الاقتصاد التركي؟ يعني اليوم سوف يعني كان الاقتصاد التركي سوف يضع تحت ضغوط معينة لكي ترضخ تركيا ومن خلالها يتم بيعها الباتريوت، لكن تركيا اختارت التحرر في هذه النقطة العسكرية والذهاب إلى شريك وهو روسيا لوضع التوازنات ومتقلبات الأمور بميزان الحكمة واتخاذ القرار. طيب بالنسبة لليرة التركية على المستوى الداخلي، هنا نتحدث تراجع كبير في قيمة الليرة وصفوه بالسقوط الحر، هل تعتقد بأن ذلك الأمر كان محسوبا بالنسبة للرئيس أردوغان وللحكومة؟ أنا أتوقع هو كان محسوب لكن ليس بهذا السوء. يعني أتوقع أن التقارير التي كان يتوقعها البنك المركزي التركي لسعر صرف الليرة أتت بشكل، هناك فجوة ما بين التوقعات للبنك المركزي وما بين الذي حدث في الواقع. يعني البنك المركزي التركي كان يتوقع وصول الليرة إلى تقريبا آخر توقع كان بحوالي 9.12-9.24، لكن عندما تم تقرير أن خفض سعر الفائدة وصلنا إلى مرحلة وصل فيها الدولار إلى تقريبا 13 ليرة. وبالتالي أمر الرئيس التركي بفتح تحقيق، يعني هذا التحقيق الذي أمر به الرئيس، لأن المعلومات أتت مغلوطة. يعني أعتقد أن هذا الشيء واضح، أن المعلومات التي وصلت من خلال البنك المركزي التركي من حوالي 3 شهور على قيمة الليرة التركية هي لا تعكس الواقع. ومن هذا المنطلق ماذا كانت التوقعات بالنسبة؟ هي كانت التوقعات هي تقريبا أن الليرة التركية في أسوأ أحوالها سوف تصل إلى 9.12 إلى 9.24 للدولار الواحد، لكن معدلات الفائدة كان لا يربطها المركزي في سعر صرف الليرة، كان البنك المركزي يعطي التحليلات من خلال قيمة الليرة التركية في الأسواق العالمية وليس من خلال معدلات الفائدة. يعني اليوم الليرة التركية تقاس أصبحت بالفائدة وليس بقيمة الاقتصاد بالضبط، وتقاس أيضا. طب هذا أمر يعني إيجابي اقتصاديا، هذا أمر هذا انظر للمستقبل القريب. هذا الموضوع سلبي، لكن للمستقبل البعيد للانتهاء من الأزمة يعني والتحرر الاقتصاد التركي. ولكن هل تعتقد بأن الحكومة قدمت سردية واضحة مقنعة للشعب للمواطن لكي يتحمل تبعات هذه السياسة؟
لدينا الآن رفع معدلات الأجور، يعني هذا في الشهر القادم سوف يتم ضمن خطة 2022 سوف يتم رفع المعدلات الحد الأدنى للأجور. لدينا بعض الدعم للقطاعات برفع الضرائب على بعض القطاعات وخاصة القطاعات الخدمية. يعني أعتقد أن الحكومة التركية يعني هناك واجبات يجب أن يعني تأتي من الحكومة التركية أو حتى من أصحاب سوف نتحدث عنها، ولكن أريد يعني تفصيل في نقطة التبعات والسردية التي قدمتها الحكومة. شهدنا بعض الغضب هنا وهناك، ربما يعني هناك امتعاض بطبيعة الحال. يعني سأقول لك أن الاقتصاد التركي بالشكل العام يتمثل منه 51% من قطاع العمل أو اليد العاملة في قطاع الزراعة، وهذا القطاع الذي يمثل تقريبا نصف الشعب التركي، يعني يعملون في الزراعة والقطاعات الأغذية. هذه القطاعات مثلا تم رفع بعض المنتجات الاستراتيجية، تم رفع عنها الضرائب، وتم الدعم من الحكومة التركية لأكثر من 50% من قيمة الثمار لدعم قطاع الزراعة. هذا أولا. ثانيا، لدينا الاقتصاد التركي اليوم ممكن نحن نتحدث عن مسألة النمو أو حتى التنمية، يعني عن مسألة الرفاهية وليس الحياة الأساسية أو اقتصاد الخبز. يعني اليوم وجدنا بعض الدول المحيطة بتركيا بالشكل العام وصلت إلى مرحلة اقتصاد الخبز، أي أن الشعوب لا تجد ما تأكله، لكن الاقتصاد التركي اليوم هو ممكن أن يكون اقتصاد يتعرض بعض الأزمات فيما يخص النمو والتنمية، أي الازدهار، أي أن بعض قطاعات الترفيه سوف تصبح هناك صعوبات في الحصول عليها. لكن التبعيات أتوقع سوف تكون يعني مؤلمة بعض الشيء، ويجب احتضان هذه على المدى القريب، على المدى القريب، ويجب ويجب احتضانها بالتبسيط والشرح الأكثر لفئة خاصة بين قوسين الشباب الأتراك، لأنهم الفئة المتضررة الأكثر، وهم من يتابعون الأخبار بشكل عام، وهم من يشكلون ضغط على الحكومة بشكل أو بآخر. لكن هذا يجب إيضاحه على أن الاقتصاد التركي في حال أراد التحرر باستراتيجيته وخيراته يجب أن يخرج من دائرة معدلات الفائدة المرتفعة التي بدورها تضغط على سعر الصرف. يعني اليوم مثلا ممكن أن نقول لهم بشكل أو بآخر عندما أصبحت الفائدة أقل، يعني أنت ممكن أن تذهب إلى البنوك وتعمل على إخراج قرض بمعدلات فائدة أقل، أي أصبح لديك فرصة للعمل بمشروعك بشكل أفضل، للعمل على أخذ سيارة بشكل أفضل، يعني لا تثقل كاهلك في القروض المرتفعة. يعني هذا لديه إيجابية أيضا. يعني يجب اليوم أن نشرح أن المعدلات الفائدة المنخفضة هي تسمح للمواطن التركي بسحب قروض لبدء بمشاريع على المستوى الناشئ أو المتوسط، لبدء بشراء مثلا السيارات أو حتى بدء بمشروع شراء المنزل وإلى آخره، لأن الفائدة أصبحت منخفضة فقط. يعني هذا هنا تحدث الرئيس التركي أردوغان عن أسعار الفائدة، ومعروف ب عدائه لأسعار الفائدة المرتفعة، وبالتالي هناك الكثير من فهم كلام الرئيس أردوغان على أنه لا يريد الفائدة، يريد صفر. ولكن أريد أن أسألك كخبير اقتصادي، ما هي القيمة الأدنى لأسعار الفائدة التي تريدها الحكومة ويريدها الرئيس أردوغان؟ يعني أنا أعتقد أن هو يعني قيل أكثر من مرة أن نريد فائدة يعني قيمة أحادية. يعني اليوم أنا أعتقد أن الاقتصاد التركي يجب أن يكون ما بين 7 إلى 3%، يعني ليس أكثر ولا أقل. هذا يتناسب مع حجم النمو للاقتصاد التركي، وهذا يتناسب مع أرقام الاقتصاد التركي من حيث الإنتاج والنمو والتنمية والتصدير. ولكن هدف الحكومة أعتقد هو الوصول ما بين 3 إلى 5%.
هذا أولا. ثانيا، لدينا اقتصادات البلدان الكبرى بالشكل العام. الاقتصاد الياباني لديه 0.01% سلب للمعدلات الفائدة. لدينا الاقتصادات الكبرى مثل السويد، الدنمارك، والاقتصادات الأوروبية معظمها تقترب من المعدلات الفائدة الصفرية. لدينا الاقتصاد الأمريكي لا يتجاوز دائما ما بين 1.5 إلى 2%، هذه المعدلات المتوسطة. الاقتصاد الألماني 0.05 يعني، ولكن بما يتناسب مع الاقتصاد التركي مع حجم الاقتصاد التركي أنا أقول ما بين 3 إلى 5% بحسب يعني. يجب أن يكون هناك معدلات فائدة منخفضة، يجب أن لا تنعدم معدلات الفائدة أيضا لإبقاء الدخل على النقد الأجنبي في داخل الاقتصاد التركي. يعني اليوم أكبر دليل لدينا أن الاقتصاد التركي لا يعيش أسوأ أحواله. لدينا مثلا، وهذا ما تؤكده الأرقام، يعني تؤكده الأرقام، ولدينا مشاريع استراتيجية تتسلم بوقتها وحتى قبل وقتها، ولدينا صناعات عسكرية يعني، ولدينا أيضا النقد الأجنبي في البنك المركزي، احتياط النقد الأجنبي أصبح مرتفع بأكثر من 127 مليار دولار. لدينا اقتصاد لديه معدلات نمو حتى من خلال جائحة كورونا بأكثر من 2%. الاقتصاد الصيني كان 4%، يعني من دول ال20 كان لدينا فقط دولتان. يعني هذه التقارير ليست تصدر من البنك المركزي التركي أو من لجان مراقبة تركية، وإنما من لجان مراقبة دولية عندما يقر النمو وغيرها. ولدينا العرض الأخير الذي أتى من بنك البي بي في اي الإسباني في لطلب شراء حصة ب 51% من البنك جارانتي بقيمة 2.4 مليار دولار، يعني هذا يورو، يعني هذا يدل أن لدينا اليوم نقاط جذب لدى الاقتصاد التركي إلى الآن لا تمنع الاقتصادات الكبرى من الدخول في السوق التركي. طيب أستاذ جلال، هل ترى بأن تطبيق الحكومة لسياسة تخفيض أسعار الفائدة في هذه المرحلة كان قرارا صائبا، أم كان من الأولى ومن المفترض أن يتم تهيئة الأرضية في هذه المرحلة، وخصوصا بأننا على أبواب الانتخابات في حزيران 2023؟ صحيح، الاقتصاد يعني بشكل العام أصحابين القرار في تركيا أعتقد أن لديهم نظرة أخرى عن النظرة الطبيعية للشعوب. كما ذكرت أن هناك ضغوطات خارجية على الاقتصاد التركي تأتي من الخارج وبدعم أيضا داخلي يتمم هذا المنظومة لتضغط على الاقتصاد بشكل يعني العام. هناك دلالة للتوقيع، هذا لو لم يأتي بشكل مفاجئ كانت لا تستطيع الحكومة التركية تخفيضه. يعني هو أتى القرار بشكل مفاجئ، ولو لم يأتي بشكل مفاجئ وبهذه النسب لكانت قيمة الليرة التركية ستنخفض أكثر، لأن كان سيبدأ الضغط على الليرة التركية حتى قبل أن يصدر القرار. هذه العادة. يعني عندما يقول يعني في الوضع الطبيعي يقول أن البنك المركزي سوف يجتمع خلال الأسبوع القادم لتحديد قيمة الفائدة، في هذا الأسبوع نجد أن الليرة التركية تبدأ تذبذب سعر الصرف ما بين أخذ ورد وجذب وإلى آخره واللعب على هذا الموضوع. لكن في هذا القرار الأخير إذا أردنا أن نلاحظ فقط بشكل بسيط أن هذا تم أخذ القرار في حوالي 12 ساعة، ولو لم يتخذ بهذا الشكل كانت قيمة العملة ممكن أن تنخفض أكثر، لأن كان سوف يصبح هناك إغراق السوق بالليرة التركية بطلب التخلص من الليرة التركية من السوق. يعني إغراق السوق بما بالبضائع التي أنت لا تريدها هي يبخث من ثمنها. يعني اليوم كما ذكرت إذا أردنا أن ننظر من منظور آخر للليرة التركية كأنها سلعة. عندما تصبح هذه السلعة متاحة للجميع وبشكل كبير جدا وأعلى من السوق سوف تنخفض قيمة السلعة. صحيح؟ صحيح؟ ولكن عندما يصبح لدينا كمية أقل وطلب أعلى على هذه السلعة سوف ترتفع قيمتها. صحيح؟ وهنا نرجع إلى نقطة الاستراتيجية في اللعب في سمعة الاقتصاد التركي. عندما أنا أقول لك
أن الليرة التركية والاقتصاد التركي سوف يذهب إلى معدلات وإلى آخره، والتضخم والليرة التركية في انخفاض وإلى آخره، سوف أعذبك أنت كمستثمر وداخل في الاقتصاد التركي وتنعدم الثقة. تنعدم الثقة يعني هذا ما أقوله، يعني هي ثقة المستهلك وثقة المستثمر في الاقتصاد التركي سوف تنخفض. هذا يدعي أن هذا المستثمر أو المستهلك سوف يتخلص من الليرة ببيعها واستبدالها بدولار أو يورو أو حتى ذهب. يعني أنت ترى بأنه قبيل الانتخابات أمر صعب، لأنه كان سيحدث مهما اتخذ البنك المركزي من قرارات. لو لم يحدث هذا القرار، كنا سنرى في الشهر القادم معدلات فائدة كانت سوف ترتفع عن 23%، وهذا كان التوقع لبعض وكالات التصنيفات الائتمانية الدولية للاقتصاد التركي فيما يخص معدلات الفائدة. وهذا كان سوف يشكل ضغوطات أعلى بحجم الدين وضغوطات أعلى على الاقتصاد التركي في إنتاجه. يعني عجلة الإنتاج سوف تتوقف. وهذا سوف يصبح لدينا معدلات بطالة، سوف يصبح لدينا توقف للمعامل، إفلاس بعض المؤسسات، وندخل في مرحلة الركود والكساد. طيب بالنسبة لرؤية أردوغان، رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة التي لا يشاطره إياها رؤساء البنك المركزي محافظي البنك المركزي. فقط للملاحظة أن الرئيس أردوغان هو خريج اقتصاد، يعني هو يعلم، أعتقد هو يعلم ما يفعل. يعني هذا يعني هو ليس فقط سياسي، وإنما هو يعني هو عنده علم في الاقتصاد المحلي والدولي. يعني ولكن على المدى المتوسط سوف نرى نتائج هذه الرؤية. سوف اليوم مثلا بالشكل البسيط، عندما قرر البنك المركزي خفض معدلات الفائدة، مباشرة بدأت القروض المنخفضة الفائدة للشباب بإعطاء الأموال للشباب لبدء مشاريع. سوف نتحدث يعني عن يعني أنا أقول أن هناك إيجابيات للأسف لا تذكر على الإعلام، لم تذكر أن هناك أصبحت فرصة للشباب بأخذ قروض بمعدلات فائدة أقل للبدء بمشاريع. يعني هذا اليوم سوف يسعد أي أحد أن يستثمر في داخل بلده. نعم، لكن هذا ما لا يريده بعض اللوبيات والرأسماليين. يعني هذا الموضوع بشكل بسيط. طيب هنا ربما سياسة الرئيس التركي ستكون مفيدة لتركيا والاقتصادها، ولكن عندما يتم إقالة ثلاث محافظين في أقل من عام، محافظي البنك المركزي، ألا تعتقد بأنه كان الأصح أن يأتي أردوغان بشخص يتشاطر مع رؤيته حتى يتجنب الإقالة أكثر من مرة، وبالتالي تنعدم ثقة المستثمر؟ متغيرات الظروف في تركيا وليونة التعامل مع الاقتصاد التركي لا يسمح اليوم أن نقول أن فلان سوف يبقى يحقق الاستراتيجية اللانهائية للرئيس. والرئيس التركي اليوم هو لا يتخذ القرار بما يخدم مصلحته الشخصية، وإنما يتخذ القرار بما يخدم مصلحة الاقتصاد التركي. لماذا لم يأتي بشخص يتوافق مع رؤيته؟ هو لو كان سوف يأتي بشخص يتوافق مع رؤيته كان سوف تظهر عليه المعارضة. وسوف يقول أن هناك أصبحنا بتعيينات معينة هي فقط تخص الرئيس. يعني اليوم لدينا ديمقراطية في تركيا، ولدينا معارضة تخرج في الطرف الآخر، ولدينا أصوات من هذه المعارضة دائما هي تعمل على الاتهامات. لكن اليوم عندما يكون لدينا اقتصاد عنده حرية اتخاذ القرار، ورئيس يعلم ما هي تفاصيل الأمور، ولديه خبرة في المجال الداخلي والدولي، ولديه خبرة الخروج من الأزمات. يعني الاقتصاد التركي في 2007 إلى 2008 2009
كان عنده نمو اقتصادي بأكثر من 3% في الأزمة المالية التي حدثت في أمريكا. لدينا الانتهاء إلى 2015 من ديون الـ IMF، ديون البنك النقد الدولي. ولدينا تسديد بعض الديون لبعض البلدان مثل الصومال من قبل تركيا. يعني اليوم لذا تركيا أثر إيجابي على الاقتصادات. حتى اتفاقية التجارة الحرة التي حصلت ما بين تركيا وبريطانيا من بعد خروج بريطانيا من البريكسيت، أول اتفاقية تجارة حرة وافقت عليها الحكومة البريطانية هي العمل مع تركيا. لماذا؟ لأن الاقتصاد التركي يمتلك كامل المقومات والمواصفات القياسية للاقتصاد البريطاني. ولكن داخليا الآن على المستوى المواطن هناك مشاكل في ليس في سعر صرف الليرة. أستاذي الفاضل، ليس هناك اليوم بلد آمن اقتصاديا. نعم، ولكن ليس هناك أمن اقتصادي في ظل هذه الظروف. الحكومة أعلنت عن أمور سوف تتخذها ضمن خطط 2022. ما هذه الأمور التي ستحملها خطة تركيا لعام 2022؟ قلت لك دعم بعض القطاعات التي تؤمن أعمال أكثر للشعب، بحيث أن خفض نسب البطالة هو هدف من أهداف الحكومة. أولا. ثانيا رفع بعض الضرائب لدعم بعض القطاعات مثل ما ذكرت الزراعة. ودعمها أيضا في التمويل. لدينا أيضا اليوم بعض السياسات فيما يخص الاستيراد ورفع بعض الضرائب عنها. لدينا في تسهيل بعض المعاملات فيما يخص التصدير وإلى زيادة الحد الأدنى. زيادة الحد الأدنى للأجور اليوم من المتوقع أن تصل الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 3400 ليرة، 3300 ليرة تقريبا. يعني هذا اليوم أعتقد أنه لا يتناسب للنمو فيما يخص الموظف التركي، لكن يتناسب للعيش بشكل متوسط في داخل تركيا. حياة كريمة. حياة كريمة. نعم. فيما يخص إسطنبول، يعني نحن نقول ممكن أن تأتي والله شوف خلينا ننظر أسعار أجار المنازل وكذا وإلى آخره. هذا يحصل في البلدان الكبرى دائما. ولكن البلدان الكبرى يعني إذا ذهبنا إلى كاليفورنيا، إلى واشنطن، إذا ذهبنا إلى بكين، إذا ذهب التضخم في أسعار المنازل أو التضخم في أسعار الإيجارات أو آخره هذا موجود. ولكن الآن نفصل في هذه النقطة. عندما يكون هناك مصنع وتركيا الحكومة التركية ترفع من الحد الأدنى للأجور، وبالتالي هذا المصنع صاحب هذا المصنع سوف يرفع من معاش العامل لديه، وبالتالي يجب عليه أن يرفع من قيمة السلعة التي يبيعها، وبالتالي المتضرر هو المستهلك. ما الأمر الذي يضبط هذه المعادلة؟ هذا أنا عندما أقول لك أن المشكلة مشكلة اقتصادية عالمية فيما يخص معدلات التضخم. التضخم بشكل عام ما هو؟ نعم. التضخم. الارتفاع. لا سوف نأتي إلى بشكل أعمق، يعني سوف نقول تفضل. ما هو التضخم بشكل أعمق؟ يعني تفضل. التضخم الأموال التي أعطتها الحكومات للشعوب. في أزمة في بداية أزمة جائحة كورونا مثلا، عندما قال الاقتصاد الأمريكي أن لدينا 5 مليار توافقوا على 3 مليار بعدها 2 مليار تقريبا دولار تم طباعتها من دون مقابل وإعطائها للشعب الأمريكي، هذه أول قرارات. ومن بعدها لدينا الحزمة الأوروبية بأكثر من 3 مليار، هذا يدل على أن أصبح لدينا فائد أو يعني هناك أموال أكثر من الحد الأدنى بين أيدي الشعوب، وهذه الأموال لا يمكن أن تستردها الحكومات إلا من خلال التضخم. يعني أنا أرفع لك قيمة الأشياء لكي أسحب منك النقود، وعندما يصبح لدينا يتناسب حجم الأموال مع حجم السوق تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي، وهذا يحتاج من سنة إلى سنة ونصف من اليوم. يعني طيب بكلمات لأنه انتهى الوقت، ما تبعات السياسية المحتملة لسياسة أردوغان النقدية؟ وهنا نتحدث عن الانتخابات المقبلة بكلمات.
إن لم يصبح هناك إيضاح للشعب سوف يصبح هناك أتوقع حجم فراغ أعلى ما بين الشعب وما بين الحكومة، وخاصة فيما يخص فئة الشباب. يجب رفع الوعي الاقتصادي للأجانب والأتراك، يعني إلى من يهمه الأمر على هذه الأرض. يجب هناك أن تصبح إيضاح لبرنامج الحكومة التركية فيما يخص الاقتصاد، ويجب شرح أن الحكومة كانت أمام خيارين، إما التضخم أو الكساد، وأحلاهما مر، ولكن التضخم أفضل لأن الحركة الاقتصادية تبقى مستمرة والإنتاج يبقى باستمرار. لكن الاقتصاد التركي هو لم يخرج من مرحلة الخطر، لكن هو في الاتجاه الصحيح للخروج وخروج نهائي من هذه الأزمات إلى مرحلة النمو والتنمية من بعد 2023. وبالطبع الاقتصاد عامل مهم في الانتخابات المقبلة في طبعا عام 2023. هي سوف تتحرر تركيا من هذه التبعيات، لأن أيضا مسألة الطاقة اليوم تركيا سوف تصبح منتجة للطاقة التي هذا المنتج الذي أهلكها. يعني اليوم احتياجات تركيا من الطاقة هي من أهلكتها، لكن هي عندها اضطرار لكي تبقى الحركة الإنتاجية باستمرار. شكرا لك المستشار الاقتصادي التركي جلال بكار، والشكر موصول إليكم أيضا مشاهدينا الكرام. دمتم في أمان الله وحفظه.